صفر. يلعبها ليوسف التميان. يوسف يكسر مسار التسلل بكرة ملعوبة. لبنان مهارات عالية جدا. شوف اللاعب. شوف لبنان. لاعب بينية. حلوة كرة. لسعيد المبارك. يمرر لتنيان داخل منطقة الجزاء يحاول يحط المرمى. هي دي اللاعب المرمى. هي دي. باش يوسف بعيد يلعبها. يعدي يوسف ويأخذ هجمة إلى لي. يوسف يحاول يعدي أيضا من أكثر من لاعب من الاتحاد. تغطية اتحادية. يوسف تنيان. يوسف ومعه كريم وخطا اللاعب. مين يوسف؟ تراوغ يوسف لعبة الكرة. تنيان يحاول يوسف التنيان يحاول من ناحية اليسرى. ما يزال الكرة مع يوسف. يعدي كور. يا سلام عليك يوسف. دخل الجزاء وتلعب. سامي مر الكرة ليوسف. يوسف حط الكرة سامي جابر يرجعها ثاني ليوسف التنيان. كرة خطيرة جدا. هلال يوسف التنيان يسدد جول. هنا المنطقة هذه لتنيان مع أحمد جميل. يوسف وأحمد يحاول يعدي يوسف يعدي أيضا على الجناح الأيسر. اثنيان بيمر يوسف. مهاراته الإبداعية. وشوف اثنيان بعليها مقطوعة كرته إلى يوسف مرة أخرى. يمرر سريع على أحمد باجة. فرصة للهلال. جول. سنوات ضوئية يوسف التنيان في كوكب آخر للأمانة في تاريخ كرة القدم السعودية. نعم يوسف التنيان أنا أعتقد لو ظهر في هذا الزمن في هذا التوقيت لربما وليس ربما وإنما أجزم في ذلك أنه سيلعب في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة جدا. ماذا لو ظهر يوسف التنيان في هذا الزمن الآن من كرة القدم؟